العبور التاريخ اتكتب من أول وجديد. ما كانش حد في العالم مصدق إن إحنا نقدر، عشان ما يعرفوش السر، سر دعوة أم وأب من القلب، سر الله أكبر، وعقيدة قتالية الجيش بيقول يا النصر يا الشهادة. الشعب المصري ملوش كتالوج، الشعب المصري ما يقبلش إن محتل يعيش في أرضه متهني، وده مش كلام إنشا، ده التاريخ اللي بيقول. التاريخ بيقول إن محدش له حاجة عندي، ولا عاش ولا كان اللي هيكسر شوكة بلدي، عاللي بيعتدي مصر عصية وعنيدة وحرة وقوية، واللي يحاول يهدمها أنا ببنيها بيدي. ده الشعب اللي في حق بلاده عمره ما قصر، محتل بدل ما يقصر هو اللي تقصر. مقدرش يغير ملامحنا، خد مننا طريقتنا وروحنا، وخرج من بلدي بيتكلم عربي مكسر. دي بلدي يضربوا بيها الأمثال، إرادتها بجد عجيبة، كل اللي دخلها خرج منها بيجر ديول الخيبة، مكتوب على بابها اللي هيجي عليها هيتزن. وأجرك الله الشعب المصري ده ملهوش حل. ده سنين وعدوها نفسه في شفرتها، وهو جيل ورا جيل اتعلم منها معافرتها. وملخص موضوعنا ده كله، الحر محدش يحتله، ويا ويلو اللي يفكر ويهوب ناحيتها. دي بعد يضربوا بيها الأمثال، إرادتها بجد عجيبة، كل اللي دخلها أكتوبر 73، 50 عاماً على النصر المجيد.